طيب معنا الأسرة الجميلة الحسن ومحمد ومريم. سلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد تقرأ معنا من سورة طه إن شاء الله. إن شاء الله. يلا الآية رقم 111 وعنت الوجوه للحي القيوم سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له خد بالك فنسي اكسر سين كويس عشان ما تقولش فنسي ما تسكنش السين مش فنسيا لا فناسيا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ما تقلقلش الضاد مش ولا تضحى لا ولا تضحى ولا تضحى ولا تضحى ممتاز فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبه فتاب عليه وهدى جزاك الله خيرا. اسمعني محمد بعد إذن حضرتك اسمعني يا حبيبي بص طبعا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى في نقطتين على كلامك فيهم. النقطة الأولانية نقطة يعني التقليد. أنت دلوقتي يا محمد صوتك جميل ومخارج حروفك إجمالا جيدة ممتاز. التقليد هيخليك تقلد في الصح والغلط وده شيء مش محمود. يعني أنت بتقلد حد لكن وقفاته اللي بتقلده وقفاته مش منضبطة. يعني أنت وقفت بصوت جميل جدا وقلت وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد ومتواقف الوقف نقبله لكن البداية اللي بنقول لعلهم يتقون دي بداية مش منضبطة. فأنا عارف ان ده من سلبيات التقليد لكن انت ما شاء الله يعني أداءك صوتك جميل ومخارج حروفك مقبولة كويسة لكن التقليد هيخليك تقلد في الصح والغلط. الحاجة التانية المد المنفصل هو اسمه مد جائز. جائز يعني يجوز التزم به اجمالا او لا التزم به اجمالا. لكن ان انا امد في موضع واقصر في موضع ده كلام ما يصحش. فحضرتك في الصفحة دي في بعض المواضع
قصرت فيها المد المنفصل وفي بعض المواضع مدت فيها او وسطت فيها المد المنفصل. فاحنا لازم يعني نستقر على امر، لازم يا اما تمده يا اما تقصره. جزاك الله خير يا محمد، ربنا يبارك فيك.